دوري انسب حد. ما هيكسبوا الدوري عادي، ما هو اول دوري بفرق 8 نقط، تعمل عايز ايه ايه؟ يا دوري في بقيه الحاجات؟ وبعدين هو الموسم خلص، بنبني هو انت في حاجه محوقه معاك؟ او بيبنوا، عشان بس ابقى بيبنوا صريح، حد بيبنوا، ماليش بس دعوه. البونه طول بس معاهم البونه شويه. مخوخ. ازيك يا عز؟ مساء الفل، اخبارك ايه؟ تمام الحمد لله. خمسه في ليفربول يا عز، شخصيه البطل باينه من عندك، هي باينه طبعا من عشان السنه اللي ممكن فاتت، ناخدها بعد كده تتاخد هي مننا. هي بانت قوي يعني، علت قوي مننا، فرطت شويه يعني. خمسه ماتش طبعا مفاجئ لاي حد، صح؟ السكور مفاجئ لاي حد، بالذات في ملعب انفيلد اللي هو طبعا يصنف دايما واحد من الملاعب الصعبه يعني. بس في اكيد اسباب يعني، شفت ناس كتير مش قادره، عارف انت لما النكته بتتكرر كتير صحيح زي ما بيقولوا كده بتبقى خلاص دمها تقل. فهم انا برضو ابتديت احس ان النكته بتاعت ان ريال مدريد بيكسب بالحظ او بالسحر او بالبركه او بالحاجات اللي شبه كده دمها تقل قوي يعني. لان في الاول في الاخر لا، ده في اسباب واضحه كتير، لو نتفرج على الماتش مره واثنين وثلاثه تقدر بوضوح تفصص المشكله فين والتميز اللي عند ريال مدريد انت فين. الفكره ان الريال ما بيكسبش خمسه عاده، دي صح، الفكره يعني، خمسه دي عاليه عن المستوى الطبيعي. علشان عارف انت بتلعب فريق هو مش مصدق انه دخل فيه الجول الثالث، ففتح الملعب عشان يهاجم ويعوض بكل لعبته وهو في أسوأ حالاته، فطبيعي يستقبل الرابع، فكمل مكابره وفضل فاتح الملعب فاستقبل الخامس. ففي الاخر هو دايما الفريق ريال مدريد ما بيكسبش خمسه كتير صحيح، لان في الاغلب ما فيش فريق بيفتح معاه الملعب طول المده دي طبعا، وبيخليه يلعب على راحته تماما يعني. فدي نقطه من النقط الهامه، زائد بقى طبعا شخصيه البطل. امال بتبان من الاول. ايوه، شخصيه البطل دي ناس فعلا انا حاسس ان هي ظلماها جدا، بتستخدمها زي كانها جزء من تعويذه، زي كانها عارف انت الجمل بتاعه الكعب العالي والحاجات اللي شبه كده، بتستخدمها زي كانها سحر لا يمت لكره القدم بصله يعني. برغم ان متهيألي ان شرحها سهل، شخصيه البطل ببساطه هي انك عملت الموضوع ده قبل كده كذا مرة ومشي، فالنتيجة ان في المرة الخامسة انا مش قلقان. النهاردة لو انت بعد سنة في المجال بتاعك في الشغل حصلت لك مشكلة مش هتتهز، لو حصلت لك المشكلة دي في اول يوم ربما تتهز، صح؟ انما بعد سنة مش هتتهز. تخيل بعد رحلة طويلة فيها لوكا مودريتش وتوني كروس مع مدربين بقى من يوم مودريتش جابوا جوزيه مورينيو، تعرف تعد من بعد مورينيو جه كام واحد؟ كتير طبعا. تعرف اتعرض لكام موقف من المواقف بتاعت انه يخش فيه اهداف بدري؟ فبالتالي ريال مدريد ما بيتهزش في المواقف الصعبة، وبيعرف ياخد دايما احسن قرار في الوقت الصعب، ودي حاجة مش سهل تلاقيها في الكورة. طيب واحد هيقول لي زي حضرتك كده مثلا، اتفضل، هو ليه شخصية البطل دي ما بتظهرش يعني في الحاجات التانية؟ صح كده؟ ليه شخصية البطل مش بتظهر قدام برشلونة؟ لا، قدام برشلونة مثلا، ليه قدام برشلونة في سنوات ريال مدريد الذهبية في دوري الأبطال ما ظهرتش الشخصية دي؟ كان في إحصائية لو نعرضها هنا على الشاشة لأنها بتوضح ده.